الخامسة والنصف من قسم الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعونا في أبرز عناوينه. بدأ الأمطار الغزيرة بولاية القسرين تسجيل ارتفاع في منسوب مياه السدود والمطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع سد أبو العبا. أنشطة تكوينية وترفيهية للشباب والأطفال في دور الشباب بولاية قفصة وتذمر من نقص مرافق الترفيه في الجهة. قرقنا الدورة الخامسة لمهرجان القلة، تذكير في أسماء الشعراء الشعبيين وبحث في الجذور الثقافية بلوحات استعراضية فلكلورية ومعرض تراثي. مرحبا مجددا. من ميناء رادس نستهل النشرة في متابعة لانطلاق مشروع الاستغلال الجديد للميناء عبر منظومة التصرف الذكية التي اطلع عليها اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد. المنظومة من المنتظر أن تسهل الخدمات بالميناء وستساعد على دفع التصدير، كما ستؤمن المراقبة الدائمة لكل الفضاءات البحرية. فكرة أوضح في المتابعة التالية. بهدف تحسين جودة الخدمات بميناء رادس والرفع من طاقة استيعابه للحاويات وتحسين المردودية به ودفع عملية التصدير، انطلق العمل بالمنظومة المندمجة الذكية، منظومة اطلع عليها اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارة أداها إلى ميناء رادس. برنامج ذكي للتصرف في الميناء، هذا هو البرنامج اللي اليوم معنا قلنا بالمتابعة متاعه، وجزء منه انطلق وجزء الباقي باش ينطلق في الأيامات القليلة القادمة. منظومة ذكية للتصرف الآلي للتموقع متاع الحاويات، هذا باش يقل باش يحسن المردودية. الهدف أنه نرتقيه بطاقة الاستيعاب من 9500 إلى 16500 حاوية، ومن المردودية من 7 إلى 13 حاوية في الساعة. الهدف أنه ما عادش يكون ثم سفن تنتظر. ومن ضمن مكونات هذه المنظومة التكنولوجية التي ستسهل الحركية بالميناء تركيز بوابة إلكترونية ذكية، إضافة إلى خدمات أخرى ستؤمن المراقبة الدائمة لكل الفضاءات البحرية وستساعد الحرفاء على متابعة حاوياتهم والاستخلاص عن بعد. بالجي بي اس تنجم تعرف أنت وين موجود الكونتينر متاعك ووقتاش هبط ووقتاش مش نوصله حتى المرحلة اللي مش نوليه بالموعد. يعني هذا المشروع بحول الله وقت اللي يكمل يتم في جميع المراحل متاعه، اللي هو متمثل في سمارت جيت توس ار تي جي. هي معدات، هي كما نقولوا قبانات خاصة بترصيف الحاويات، تنظم الحاويات اون بلوك. 60% من نشاط الميناء باش تولي تخدم بالار تي جي والتوس، وإن شاء الله بداية 2019 نكملوا الميناء الكل. ويؤمن ميناء رادس حاليا 60% من الحركة الجملية للحاويات و 78% من الحركة الجملية للمجرورات بالبلاد التونسية، في انتظار تطوير مؤشرات المردودية خلال الأشهر الستة القادمة من خلال العمل بهذه المنظومة الذكية الجديدة. ذكرت وزارة الداخلية أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة تمكنت من الكشف عن مخاطط إرهابي لعنصرين تكفيريين يبلغان من العمر 19 عاما و 21 عاما متبنيان للفكر الداعشي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المعاينة الفنية للأجهزة الإلكترونية للموقوفين أثبتت تواصلهما مع عناصر إرهابية بسوريا وليبيا، كانت تقدم لهما طبعا دروسا في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكين خلال عمليات الطعن. وقد اعترف العنصران التكفيريان أثناء التحري معهما حول غيابهما من الحصول عفوا على هذه الدروس بكونهما كان يخططان للقيام بعملية نوعية وفق نص البلاغ. وأثر إحالة الموقوفين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إيداعهما السجن في 9 من أوت الجارية. إلى ولاية القسرين التي سجلت ارتفاعا في منسوب مياه السدود بعد الأمطار الغزيرة التي عرفتها مؤخرا، أمطار وأن استبشر بها الجميع، فقد طالب عدد من الفلاحين بالتسريع في إنجاز مشروع سد أبو العبا القادر على استيعاب كميات كبيرة من مياه السيلان خاصة القادمة من القطرة الجزائرية. تجاوزت الأمطار المتهاطلة على ولاية القسرين معدلها الشهري خلال شهر أوت الجاري ب 25 مليمتر. أمطار استبشر بها فلاحو الجهة الذين تضررت أراضيهم بفعل الجفاف وانحباس الأمطار خلال هذه السنة. الحمد لله
مطر باهيه ياسر ياسر ونافعه ونفحت البلاد كانت في ازمه كبيره الحمد لله بالنسبه للعام اللي فات تسمى السنه حاجه كبيره ياسر. كميه الامطار اللي صبت في الشهر هذه نافعه بالقدا وعاونت الفلاحه. انت سببت هذه الامطار المتهاطله في فيضان عدد من الاوديه الا انها ساهمت في رفع منسوب المياه ب 21 سدا تليه الى 7 مليون متر مكعب منها 4 ملايين متر مكعب خلال شهر اوت الجاري. على اثر انحباس الامطار اللي تجاوز حوالي 10 سنوات كميه الامطار هذه رغم اهميتها الا انها تبقى ما غذتش المائده كما ينبغي. ان شاء الله ربي يعطي خير وان شاء الله امطار اخرى يرتفع منسوب مياه الامطار. كما تعرفوا قصرين منطقه جبليه وعاليه وفيها عديد الاوديه وبالتالي لازم نتعبت الموارد هذه باش هكاك نغذوا المائده المائيه اللي هي قاعده تستنزف بشكل كبير. طلب اتحاد الفلاحين بالقصرين بالتسريع في انجاز سد بلعبة القادر على استيعاب 24 مليون متر مكعب من مياه السيلان القادمه من الجزائر عن طريق وادي الحطب. وبحسب المصالح الجهويه للتنميه الفلاحيه بالقصرين فان مشروع سد بلعبة في طور الدراسه وخصصت له ميزانيه تقدر ب 45 مليون دينار. أخبارنا تأخذنا إلى عاصمة المرجان أطبرق التي تشتهر بصناعة حلي المرجان. قطاع وإن كان واعدا فإنه يواجه عديد الصعوبات تتمثل في غياب استراتيجية عمل تساعد الحرفيين إلى جانب معضلة التهريب. يعد المرجان من أشهر الأحجار الكريمة وأندرها والمميزة بلونها الأحمر حيث تشتهر مدينة طبرقة عروس الشمال الغربي التونسي بهذه الثروة النادرة وتعد من أهم المصدرين له في العالم. عندك زوز حوايج، عندك الدجاج والمرجان من عام حتى واحد من طبرقة، هما اسم طبرقة. تراكم الخبرة والتجربة عبر الزمن جعل من حرفي جهة طبرقة الأكثر خبرة ودراية في تقييم أنواع المرجان وجودته وتحويله إلى حلي ومجوهرات رغم عديد الإشكاليات التي يمر بها القطاع في ظل تشتت الحرفيين ونقص المادة الخام وتراجع الطلب في غياب قرية حرفية لهم إلى جانب ظاهرة التهريب. تراجع الإقبال بحكم أنه الطريق والبعد ومش لاهين بها البلاد وبيتنا يعملون بلاصة البيع المرجان في طبرقة باش يسموه مثلا نقطة بيع المرجان. مثلا تو الغواص ولا يهبط في 120 متر في 150 متر غرب فهمني قل برشا ما عادش موجود المرجان. الإنتاج قل برشا برشا. طلبنا من السيد المعتمد المره فات عام ناول بحكم ما ثماش رئيس بلديه قال لنا فهمني ولا في اول فرصه يترأس رئيس بلديه بشوفكم قريه نعملكم قريه حرفيه وبلاد سياحيه ما فيهاش قريه حرفيه ما تسماش بلاد. مندوب الجهوي للصناعات التقليديه بجندوبه اكد سعي الاداره الى تجميع الحرفيين صلب مجمع مهني مختص للمحافظه على هذا القطاع مع السعي الى خلق شراكه تجاريه حقيقيه مع شقيقه الجزائر. الحل هو انه نلقاوش اتفاق مع القطر الجزائري الشقيق انه معناه ردوها التجاره هذه في النور. طرحنا على السيد الوالي خلال جلسه عمل على اساس باش نحاولوا نجمعوهم الحرفيين هذوما في شكل تعاضديه حرفيين وباش نحاولوا نلقوا لهم مجال نجمعهم في شكل قريه حرفيه. حجر المرجان الأحمر هو ليس مجرد حلي للزينة بل هو بالأساس مورد رزق لعديد العائلات بمدينة طبرقة التي تنتظر من الجهات المختصة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع والمساهمة في التنمية الاقتصادية لجهتهم. وفي سياق متصل طلبت الغرفة الوطنية لحرفي ومصدري المرجان التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طلبت بوقف عمليات التفويت في أكثر من 743 كيلوغرام من المرجان الخام المحجوز لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2016 لفائدة جهات أجنبية. وضعت الغرفة في ندوة صحفية التأمت اليوم إلى إزداء الكميات الهامة من المرجان المحجوز إلى الحرفيين والمختصين لاستغلالها وتصنيعها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة وتصديرها بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية عوضا عن التفويت فيها كمادة خام للمؤسسات الأجنبية. وأفاد رئيس غرفة حرفي ومصدر المرجان علي الهمامي أن وزارة المالية قد انطلقت في عمليات بيع الكميات المحجوزة منذ الاثنين الفارط مؤكدا على ضرورة تخصيص حصة من هذا المخزون الطبيعي لفائدة المهنيين وإعادة الكميات المحجوزة غير الحق لأصحابها نظرا لصعوبة إيجاد وجمع هذه الثروة الوطنية.
تعرف تطاوين انطلاق أشغال تهيئة وتوسعة الملعب الرياضي البلدي نجيب الخطاب بالجهة، ومن المنتظر أن يكون جاهزا خلال شهر سبتمبر القادم ليسجل عودة طيبة للموسم الرياضي. أشغال جاءت بعد إلحاح من رياضي الجهة. في مبادرة تفاعلية مع مطالب رياضيي الجهة والهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، انطلقت بالملعب البلدي نجيب الخطاب أشغال تهيئة وصيانة شملت برمجة إنجاز مدرجات جديدة وتهيئة مختلف فضاءات الملعب الرياضي وتجديده. جاهز يوم 16 سبتمبر لاحتضان أولى مقابلاتنا في ميدان، ثم المدارج اللي مخصصة للضيوف وتحتها حجرات ملابس معناها مواصفات المحترفة. فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين العائد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في استعداده للموسم الجديد، وجد في هذه التحسينات الفضاء المساعد لحسن الإعداد للموسم الجديد. الأيام القريبة معناها بشير بهية تفيد الجمعيه ماديا ان شاء الله وتستمر في وتحاول تطبق كل البرامج تاعها عن طريق الموارد ان شاء الله. طموحاتنا احنا نحاول باش نكونوا في الاوائل، كان عرفنا كيفاش معناها نتعامل مع الزاد البشري اللي عندنا. مع انتهاء هذه الاشغال والانطلاق في الموسم الجديد، امال تتجدد لشباب الجهه والمحبين الرياضيين للفريق في أن تتحسن أكثر وتتطور التجهيزات الرياضية والمنشآت بولاية تطاوين. في ظل غياب فضاءات الترفيه وبحث الأطفال على الاستمتاع بأجواء فصل الصيف، تم تخصيص برنامج سباحة وتكوين لرواد دور الشباب بولاية قفصة. برنامج يتميز بتنظيم أنشطة ترفيهية وتكوينية بالتوازي مع السباحة. فقرات تنشيطية ومسابقات وأنشطة تكوينية، يوم من الترفيه والسباحة مثل متنفسا لعدد من شباب معتمدي تيار ديف والمتلوي، خاصة مع نقص فضاءات السباحة والترفيه بالحوض المنجمي. جيت لهنا باش نعمل جو خاطر في متلوي ما عندناش برشا بيسينات عندنا بريفي، جيت باش نعمل جو برك. ونحب نشكر تونس دارنا اللي عملت لنا البرنامج هذا باش نقدم تنشيط نقدم به المعتمديه اللي انا فيها. عملنا دونس، عملنا انيماسيون، عملنا سباحه. الله باش نخدموا بريك دانس زاده، انا جروب تاع بريك دانس. كما قلت لك بالنسبه للرديف بحر بعيد علينا، بيسينات بريفي كل ما نجموش يعني ما عندناش ونترفوا. اساسا شباب مؤسسه الشباب نوادي الشباب الريفي ودور الشباب، وكذلك سنا عملنا اضافه اليومين، يوم لابناء العائله الماوزه ويوم كذلك لابناء المؤسسه العسكريه والامنيه، حابين نشاركوه معنا في النشاط ونجيبوه معنا. سباحة وتكوين برنامج شامل يستهدف رواد دور الشباب بولاية قفصة، كان أيضا محل متابعة من قبل وفد المغربي بهدف تبادل التجارب والخبرات. نشاط عجيب جدا، نشاط تربوي، نشاط كيعمل على تكوين الشباب في مجال السباحة وبالخصوص الشباب الذي يتواجدوا في مناطق بعيدة عن البحر، فهذه فرصة أنهم يتعلموا السباحة ويستفدوا من السباحة، خصوصا وأن الجو حار في قفصة كجو مدينة فاس. شباب لا تتوفر لأغلبهم فرص الاستياف بالمناطق الساحلية يجدون في مثل هذه الأنشطة ملاذا للتخفيف من وطأة الصيف وارتفاع درجات الحرارة. تحتضن هذه الأيام جزيرة قرقنة مهرجان القلة بأولاد يانغا في دورته الخامسة. المهرجان هو بمثابة نافذة على الأدب الجزائري الشعبي، وخصصت له فقرات للتعريف بأعلامه مع محافظتها على الأجواء التنشيطية والفنية ولوحات الفلكلورية البرية والبحرية. الأجواء نتابعها معنا. عينة من أعلام الشعر الشعبي في جزيرة قرقنة وجله ما زال ينبض في أفراح الناس ومهرجاناتهم، بقيت الكلمة والأغنية وكادت الأسماء تنسى. الدورة الجديدة لمهرجان القلة اختارت أن تذكر بهم، وفي البال لوحة التوريش في الأعراس القرقنية. التكرير للي أعطى الفلوس أي بالجملة، يقول له من يقول له سيد السيد سيد السيد هلال العيد، يكبر في قدره ويزيد، يكبر في قدره ويزيد، خاطر عطاه برشا مبلغ محترم. احنا جاتنا الفكره كونه الشعراء اللي يغني لهم الطبال
كي تتفرج في عرس ما تعرفش الشاعر شكون هو نتاع الاغنيه هذيك. جاتنا الفكره نعملوا بحث على الشعراء هذوما، ربما سهينا على بعض الشعراء نعتذر، وهذا مجهود بسيط ماهوش اكاديمي، ماهوش بحث اكاديمي، وانما للتحسيس وللتواصل. نعطيك مثال، مثلا انا اغنيه جاري يا حموده اللي هي معروفه في جميع اصقاع العالم، حتى واحد ما يعرف شكون كتبها، اللي كتبها هو زكار قرقني اسمه علي ورده ربي يرحمه. ورغم صعوباته الماديه حافظ مهرجان القلة على فقراته استعراض اثث شارع ولديانك ونشطه في امسيه صيفيه ومعرض تراثي وسهرات فنيه ولوحات الطبال الشهيره التي لا يمل منها الاهل والضيوف. يخليك تشعر انك مرتبط بالقريه نتاعك، بالتاريخ نتاعها، نتلاقاو برسك اللي يهبطوا من اماكن عديده. أنا كمواطن بخارج وقت نلقى جو كما هذا الحق واحد يرتاح، فهمت ولا؟ وإن شاء الله ديما يتمادى كما هكا. مش أول مرة تحضر المهرجان؟ لا مش أول مرة، كل عام نحضر. شنو اللي تفركس عليه في المهرجان هذا؟ شنو الحاجة اللي أنت تستحق تحب تشوفها؟ أكيد تجي لقرقنة تحيي الصيف، كل شيء محلي. مهرجان القلة الولديانك بقرقنة في عامه الخامس بدأ أنه ازداد تجذرا في بحثه عن طابع ثقافي ملائم للأجواء الصيفية. على هذه الأنغام والأجواء الموسيقية مشاهدينا نأتي إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري ونذكركم بأبرز العناوين. بعد الأمطار الغزيرة بولاية القسرين تسجيل ارتفاعا في منسوب مياه السدود والمطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع سد بولعبة. أنشطة تكوينية وترفيهية للشباب والأطفال في دور الشباب بولاية قفصة وتذمر من نقص مرافق الترفيه في الجهة. قرقنة الدورة الخامسة لمهرجان القلة تذكير بأسماء شعراء الشعبيين وبحث في الجذور الثقافية بلوحات استعراضية فولكلورية ومعرض تراثي. هذا ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي نقطة تيان. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.